ايدك فوق يا ولد، شايفك انا شايفك. شرفت يا اخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا ابدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه قاضي؟ انت مخنوق مني ولا حاجة؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا قاضي، قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا قاضي؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقة ربنا. ولما هي خلقة ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسجد كتفي؟ اتجننت؟ عاوز تخرم كتفي؟ دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ؟ ده انا عضاد. عارف يعني ايه افطار؟ يا بابا خلاص خلاص. بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام. اوعي اوعي حرام. اوعي حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6:30 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام. ادخل ادخل. عزبي حطاري عيني بتعرف ايدك انت الاخرى. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ اعمل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. بابي بريح عليك يا ادخل يا راجل بقى. ادخل ادخل. حاضر حاضر. اتفضل يا بابا. اتفضل. شفت بيحلف طاية ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحها، اكسرها اكسرها يا جبان. كاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ كأني يعني انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض، انت بتضربني بره البيت يا بابا؟ مين؟ حضرتك عملت ايدك كده دلوقتي ناحية الباب، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا هرب. يا ولد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم، يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناه؟ خير اللهم اجعله خير. حلمت ان انا قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض في ابيض، وعماله تبص لك يا شيخ، وانت مش واخد بالك منها خالص، وكل شويه تقرب لك حبه وتبص لك حديد، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين؟ وعلى غفله قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شده من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه، وطردتك بره اللجنه ولغيت لك الامتحان بره. البنت مرنه اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مره تانية وابوك يرد عليها. بره. يا مقارنة يا سيدي عليك وعلى حلاوتك، اربط 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 اربط. 7 6 6. الو فري، ازيك؟ معلش معرفتش اكلمك الصبح. بقولك ايه، هو احنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا ايه؟ طب ما تخليني اشوفك ولو مره واحده. اصل انا معرفش يعني انت طويله ولا قصيره، ولا تخينه ولا رفيعه، ولا بيضة ولا سمره، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول؟ انت جامده جدا بقى على كده. بنت خالتك؟ ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزه حمرا. ماشي باي باي. تبان عليها جامده قوي اصلي يعني. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو. ولا زوزو ولا عزوز. ايدك تنشك في ايدك اللي رماد الطوبه. امسك الولد ده، خد ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبولك الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه انت يا واد يا عزوز، انا بتطير. كلم يا زبط، خلينا نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. ماشي ماشي.
ازعجنا تاني. هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفاله. ايدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوه بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه ايه ايه؟ لا يا باشا العفو، بنفسك سيادتك، سيادتك بتسرق لي بنفسك كده؟ ما يصحش يا باشا. لا لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي ماشي يا عزوز. الموضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله وماله برضه وماله، مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على ال... وماله برضه. حاضر ما حصلش اي حاجه. حاضر. هو العزوز ايه تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها بيجربها. ماشي 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 هديها لك، ما تخافش يعني ما تغلاش عليكم. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز، اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجي لك على الاسم. أنا اسم المرة دي؟ طيب هاجي لك حالا، نص ساعة بالظبط. جزمة؟ ايه الاستباحة الغريبة دي؟ بابا ايه ايه؟ احنا متراقبين من ساعة ما خرجنا من القسم والعربية دي ماشية قدامنا. بص هتخرمي يا ايمي. عربية ايه دي اللي هتعرفنا السكة؟ وبعدين ادفع لاخوك كفاله 200 جنيه ليه؟ يا ناس ما حدش ياخد ميدو ابني ويديني بدنه مروحه. ما تديها التالت يا عم. ما فيهاش تالت. طب اديها التاني. ما فيهاش تاني ولا تالت. اديها الرابع. ما فيهاش رابع. استغفر الله العظيم. هو انا بقول لك اديها كالخمره. لا فيها تاني ولا تالت ولا رابع. امال فيها ايه؟ فيها بنزين. زوز ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو انت كده هتحطني في مأزق. وانا جاي اخد قرض بصراحه كده يا ميدو. امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ ماشي ماشي يا عزوز خلاص. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص يا عزوز خلاص خلاص. الحمد لله ورمزي جه اهو. ازيك يا رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي هتمشي. احب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي الموتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبه بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده انا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن. يا كابتن سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله وانت بقول لك ايه، تعالى بقى نحجش بعض احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. اعمل لنا شاي وانا هخش له من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل. الصوت ده مستحيل مستحيل.
معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه بتعلي صوتك ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك. يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 مفيش حاجه ده الشاي اهدى بس اهدى عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه يا عيل؟ روحي اوضتك اسمه كلام. لا لا معلش 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 ها يا سيدي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات. انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على الامكانيات يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي. ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا مش اول مره اترفض. يا سلام ابجد. رد 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 حاضر رد بسرعه رد رد. الو يا عزوز انا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس خلاص اوكي اوكي. انت ليك عيل تيجي هنا بعد ما بوظت العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ انت فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما مد ايدي عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق. اطلع بره بره. برا انت مؤدي صوتك برا مؤدي فظيع. استغفر ليه كده ليه كده ليه؟ انت هتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما بقولش كده. اسف انت بتوعيني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك ايه يا بابا؟ بتضربني بالدماغ. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى ارجوك وطي صوتك. انا هقول خد اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خفي منها؟ يا اخويا ده مش ايامك سودا يا اختي. قبيله غلط يا اختي يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد. انا هتجوز يما؟ وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في ناهد اختي ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. سيب لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق يما. ناهد بنت ناس وطيبه ومتربيه. وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه. بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره ياما؟ ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر اذا رخصتي ده معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. قادر يا كريم يا رب. ماما بتتكلم يا واد. بتك...
تتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجة؟ في امانة عندكو وجايين ناخدها. امانة ايه؟ انت عملت ايه يا تاني؟ والله يا بابا ما عملت حاجة. امانة ايه ياما بس انت جاي تفك وديعة؟ عم صابر يعني الامانة دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش عارفها ازاي؟ ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة. والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. اه وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريق كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا ميدو؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه افكر.